إغلاق المؤسسات الفيدرالية الأمريكية أضر بالنشاط الاقتصادي للبلاد وبحياة الأمريكيين الخاصة أيضاً. جوي ميلر مثلاً لم تستطع تحقيق حلمها بإقامة حفل زواجها الذي كانت قد سددت تكاليفه في منتزه يوسيميت الواقع في جبال سيرا نيفادا شرق ولاية كاليفورنيا. حين سمعنا أن يوسيميت سيقفل يوم الاثنين وأن حفل زواجنا يوم السبت الذي يليه، بقيت أبكي مدة يومين، كان حزنا مدمرا. شل تفكيري في بداية الأمر، لقد صدمت. الحفل كان كل شيء بالنسبة إليها. طوال العام قمنا بالتخطيط له واقتصدنا المال لإجرائه. قصة حب جوي وأدام، وإن كانت نهايتها سارة لكن تكلفتها كانت باهظة جدا. لقد تكبدا 15,000 دولار لحجز 85 غرفة في فندق أواني الموجود داخل حديقة يوسيميت العامة. العروسان نشرا في الصحف الكاليفورنية قصتهما، مما دفع بالعديد للتضامن معهما. الكثير من السكان تبرعوا بتكلفة حفل بديل في منتجع بلومفيلد في قرية بيتالوما المجاورة، والذي عادة تبلغ كلفة استئجاره بين 10,000 و15,000 دولار. كما ساهمت صاحبة هذا المتجر بتقديم المأكولات. أعتقد أن البلد أصبح رهينة الآن، وأن الجمهوريين لن يستطيعوا منع الناس من الحصول على الرعاية الصحية بشكل مقبول. رغم أن ما يحصل يسيء لأمثال جوي، لكنني فخورة لأن الديمقراطيين لم يلينوا هذه المرة، وسنبقى متمسكين بمطالبنا ولن نسمح للخوف بأن يعترينا. في الجهة المقابلة للبلاد، في واشنطن، صاحبة هذا المتجر للحلويات أظهرت الكثير من التعاضد مع الموظفين الذين فرضت عليهم الإجازات بلا راتب، فصارت تقدم لهم مجاناً الحلويات التي تصنعها. تعاطف الآخرين ودعمهم لمن يمر بأزمة حادة لهو أمر رائع. كل واحد يقوم بما يستطيعه لمساندة من هو في محنة. هذا أمر جيد جداً. إغلاق المؤسسات طال مليون موظف تقريبا في الولايات المتحدة، لكن في واشنطن يبدو الأمر جليا للعيان لأن الحكومة الفيدرالية فيها هي أهم أرباب العمل.